اهلا بكم في ملخص اليوم الثالث من نهائيات بطولة سترايك اريبيا، معكم روبيك محلل ومعلق ومقدم لبطولات فالورانت. كان عنا باليوم الثالث مباراتين، المباراة الأولى كانت باللوزرز براكت بين فريق النصر اي سبورتس وفريق انوبيس جيمنج، أما نهائي الأبر براكت كان بين فريقين بيرسرز اي سبورتس وفريق رعد اي سبورتس. المباراة الأولى بيومنا الثالث اللي جمعت بين فريقين انوبيس جيمنج ونصر اي سبورتس، اتمكن فيها فريق انوبيس جيمنج ينتصر بنتيجة 2-0 بعد تألق واضح من اللاعب افيز بالماب الأولى، تألق واضح من افيز وشلبي بالماب الثانية، وضمنوا فريق انوبيس جيمنج بهذا الانتصار وجودهم بنهائي اللوزرز براكت. المباراة الثانية كانت بين فريق رعد اي سبورتس وبيسر اي سبورتس، اتمكن فيها فريق رعد اي سبورتس انه ينتظر بنتيجة 2-0 ويضمن مكان بنهائي البطولة بانتصار مقنع جدا. بالماب الاولى كانت متقاربة، ولكن بالماب الثانية على باين كانت النتيجة 13-0 لمصلحة عناصر فريق رعد، تألق من اللاعب ساند على الماب الثانية قدر ياخذ فريقه فيها باتجاه الفاينل. هذا كان ملخص اليوم الثالث من نهائيات بطولة سترايك اريبيا، كان معكم روبيك ونشوفكم بملخصات قادمة.